ومش على اخوي. فالله يطول اعمارهم ويجعني ما بكيهم ولا خلا منهم. قرت عينك والله يخليهم لك. الله يطول عمرك ان شاء الله. طيب الكرعاني يا شاب جالس في الكونسر اما طلع اللي ياخذوني خلاكاش تفضل اعطونا الكرعاني. استغرب جلوسه ما ندري. ينتظر نظام. صبحك الله بالخير. الحمد لله مثل النور. صباح الخير. شلونك عساك طيب؟ كيف الحال؟ طيبين. تفضل يا عبد الله وعلى عجاله. ما نطول عليكم. انا سمعت خصم. وش خصم من فيش طال عمرك؟ انك طلعت باذن بس خصمه من نقاطك. كيف يا ابوي؟ خروج طالع اليوم عبد الله. خرجت باذن صح؟ صحيح. طيب خصم من نقاطك. طيب خروج باذن في خصم نقاط ما تدري؟ لا والله وانا اخوك. لا في خصم 800 في الساعه يا مس. يعني عندك اليوم 4500 تقريبا خصم. يعني لا اسمعني. اسلم اسلم اسمعني اسلم. هل في مجاملات في خروج بدون خصم؟ اسمعني الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. اسمع اسمعني. اسلم انا طال عمرك مستاذن من الاداره. ايوه يا طول عمر السلامه ادينا الليله. أيوة. كلمت يا طول عمر السلامه كان عندي ظرف يا طول عمر السلامه برا. أيوة. يا طول عمر السلامه خلصه. أيوة. كلمت الاداره في طال عمرك البارحه. ايوه واسترخصنا من ابو عيسى تواصل مع الاداره. أيوة. استرخصنا من ابو عيسى واعطاني الجوال. أيوة. ويا طول عمر السلامه طلعت انا وياه اخوي. أيوة. محمد سمعت بعد انتهاء الحفل البارحه وقال لي بالنص تجينا طال عمرك تصلي للعشاء مع الشباب اذا تاخرت بنخصم عليك اذا تاخرت. طيب لحظه قول. طيب لحظة. انت عملوك كما عملت المتسابقين اللي عندهم ليالي قبل يسمحون لهم بعد الليالي. اي نعم يسمحون لهم بعد الليالي والطلوع. ما في الا اللي متسابقين اللي قبل. لا ما في. اللي عندهم ليالي يطلعون يا شباب. نعم. يطلعون بعد الليله. يطلعون بعد الليله. ما ادري ليش يطلعون بعد الليله. هذا النظام اللي صاير. وحنا ما في احد قدم ليله الا ويطلع بعدها. واللي يجي اهله يطلع بدون. واللي يجي اهله يطلع بدون كله. لا لا بس ما اتوقع. انتوا ما تاكد معلوم. انتوا كلامكم على الراس من فوق. انت لا لكن انا كتوضيح من واجب اني اوضح لكم يعني عشان تشوفون ايش. لا دام كذا يا عبد الله لا ابد على لا معك حق وابد باذن الواحد لاحد نحن ان شاء الله قادمين يطلع مسلمها باشياء جميله. أيه. مع البث اليوم ان شاء الله وقسما بالله وقسم بالله يا عبد الله الكرعاني اني مقصر تقصير كثير. انت سمعت في التواجد على البث لكن والله العظيم من تعرف الناس يقسون لاخر الليل يغطوا البث لاخر الليل وناس. طيب. طال عمرك في العصر وسددوا قارب لكن باذن الواحد الاحد ان راح نتواجد البث سواء في عصر ولا في ليل. طيب. مثل ما ذكر اخوي سعود قبل شوي مع اورنس قال لو اني منكم التواجدون بس عبد الله ممكن تكفى لا تسميها تغطيه لانها توجعني الكلمه هذه. قصدي يعني ايش تغطيه؟ لا اجي استلامات سموها احضر في البث. انا تعاون شفتات اعطوه اسم. لا معلش يا معلش شفتات كل واحد 8 ساعات يا عبد الله ولا ايش؟ ابو ايش اسم الوالد؟ ابو محمد. الوالد اسمه سعيد. الله يطول عمره. الله يعطيك عمرك. قصدي طال عمرك يعني كتساعد ممكن انا مثلا تعبان الحين في ناس تعبانين عرفت. طيب وفي ناس لحظه انت سالني على اسم الوالد. اسم الوالد سعيد. طيب قول ابو سعيد يا اخي احس اني جاوبتك. قلت الله يطول عمره والله. الله يرحمه. الله يغفر الله يرحمه. آمين. ويطول عمرك ويجعل ان شاء الله في جنات النعيم. امين يا رب. بما انه متوفي وحنا قضيتنا هنا في القناه ان طال عمرك نكمل هذا الوقت فانا طال عمرك باستمح من الاداره وباخذ جوالي وبتبرع بسهم على نيه والدك. الله يجعله في الجنه في وقف الايتام في البلد الحرام. في طلب في طلب والله ملك الطلب والله كسر والله والله مو عشان شيء والله ما في طلب. هذا من طيب راسك يا ابو اجر والله ان شاء الله طال عمرك ان الله يدري بالنيه والله العظيم يا ابوك كان ابوك يا شاب والله. لحظه حسبة ابوي في قبره والله ما عاد اقول لك شيء والله ما حد يقول لي شيء. اي ابى اقول شيء بطلب معليش انا طلب والله والله ما حد يقول له شيء سامحني ولا شيء بقول له شيء ولا شيء ولا شيء عبد الخال ولا شيء ولا شيء بيض الله وجه عبد الخال كويس ما لي فضل هذا اجر من الله ما لا لا شوف ابوي ابوي رحمه عندي بالدنيا كلها. كرعاني الله يجزاك خير والله يقبلها ان شاء الله. انت موضوعي كرعاني الله يجزاك خير. خليني اكمل لو سمحت. لبيك الله يجزاك خير ولا يقبلها بس عندي طلب صغير كذا. لبيك اسلم. لا تقول انت سمعت كذي لهجه طيب عبد الله ابي عبد الخالق عبد الله بيض الله وجهك. لا خلاص والله حاجه حلوه تكفى والله حاجه حلوه عشان عيونك. لا والله والله عشان عيون ابوك والله عبد الله. لبيك بيض الله وجهك على الليله البارح انتم مسفر. احنا كنا بنقول المسفر بس مسفر شاده دخل معنا. بيض الله وجهكم ما قصرتوا كانت ليله جميله للامانه.
مثلتوا الرين والعرين بشكل مميز. الله يطول عمرك. وصراحه ليله تليق بكم جدا جدا رائع، استمتعت فيها امانه. والله ما نقصها، والله العظيم الا حاجتي وحده، والله تواجد كنت ويا الشباب اللي معك الله يرضى قدرك. والله العظيم عارفين ما في خاطرك واخوك، نودنا طال عمرك بمشاركتكم، لكن عارف عبد الله تبي الصدق، والله اني اليوم استغربت عدم حضورك للصلوات. انا كنت قلت عبد الله في شيء اكيد، فانا عرفت انك مستاذن. لا انا مستاذن ولا عبد الله معروف تواجده ومعروف حضوره اليوم على البث وحرصه. يعني انا اتمنى الشباب يقتدون بعبد الله الكرعاني والاسماء اللي ذكرناها قبل شوي في الحضور. ان شاء الله نبيهم الخير وان شاء الله نحن نتواجد كلنا. لا انت شكرا يا عبد الله. كسب عبد الله خالد عبد الله الكرعاني يكسب القلوب بشكل يا ساتر، يعني يدخل يسوي سحر. اليوم سوى، انا ما كنت اتوقع ان احد يستطيع على عبد الخالق. ليش شهرين ابي اكسب ما قدرت. عبد الله كذا لقاله مدخل كذا عز الله سدد من يد لي من يد لي توجعني. الله يرحمه ان شاء الله يرحمه. الله بيض الله وجه عبد الله يفعلها. بس من هذا المنبر بس عبد الخالق اتمنى الخروجيات ان يغلق هذا الباب. باقي 3